الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فإنه في يوم الأربعاء الموافق 17/2020 قد تم بحمد الله تبارك وتعالى وصول الضحى العاشرة لمديرية أوقاف الأقصر للحوم صفوف الأضاحي وقدرها 5 طن، وبهذا يكون قد وصل إلى مديرية أوقاف الأقصر حتى اليوم 25 طن من لحوم صفوف الأضاحي، وذلك لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية. ونحن نقدم كامل الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لما يبذله من جهد مشكور في سبيل دفعة هذا الوطن العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، اليوم الاربعاء الموافق 7 اكتوبر 2020 تم استلام الدفعه 13 من لحوم صفوف الاضاحي وقدرها 3 اطنان، فيكون اجمالي ما وصل الى مديريه اوقاف قنا منذ توزيع لحوم الاضاحي الى يومنا هذا 50 طنا ولله الحمد، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في الإمارات الفرعية بناء على توجيهات معالي الأستاذ الدكتور الوزير حفظه الله ورعاه. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم سلمت مديرية أوقاف أسيوط الدفعة 13 من لحوم صفوق الأضاحي وقدرها 3 طن، ليصل إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف أسيوط 50 طن، وذلك توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية حسب تعليمات معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اليوم الأربعاء 17/2020 تسلمت مديرية أوقاف أسوان عدد 2 طن من لحوم الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية حتى يصير ما وصل إلى المديرية إلى اليوم 25 طن، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وتسليم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اليوم وصل إلى مديرية أوقاف سوهاج الدفعة رقم 13 من لحوم صفوق الأضاحي، وبهذه الدفعة تكون قد استلمت مديرية أوقاف سوهاج 50 طن من لحوم الأضاحي، ونوزعها كالتالي: إننا نقوم بتوزيعها على الإدارات الفرعية من أجل أن توزع على القرى الأشد احتياجا على مستوى المديرية، وذلك بعون الله عز وجل إن شاء الله، ونسأل الخالق سبحانه وتعالى أن يجعل لنا في ذلك وكل القائمين على هذا المشروع أجرا عند الله عز وجل، كما نتقدم الشكر لمعالي السيد الوزير وكل المعاونين في هذا المشروع، يجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم بأمر الله عز وجل، لأن هذا المشروع من أعظم المشاريع التي تقوم به وزارة الأوقاف، لأنه مشروع قومي عظيم يستفيد منه أشد احتياجا الذين يسعدون ويفرحون حينما تصل إليهم هذه اللحوم، لحوم صفوق الأضاحي، وكل عام وأنتم بخير.